السلام عليكم. اليوم حلقة جديدة، طبعا حتكون حلقة عديمة الفائدة لأن لا يوجد موضوع صراحة. بس اليوم خففنا هذا، شلناه من هنا عشان تشميس، حطينا على هذا واحد، يعني غيرنا الطريقة، وهناك نفس الشيء عن التشميس، بس بنستبدل بشيء ثاني. المكيف حق الصحراوي اللي هو هذا معروف طبعا، بنفك الطرمبة حقته ونركب له طرمبتين. إذا صار طرمبتين وكبيرة، الطرمبات تدفع هواء، تدفع موية أكثر. كل ما تدفع الموية أكثر، كل ما الموية تبرد، يعني القش ما يفرق معها، بس يفرق الموية تبرد. الموية راقية نازلة، راقية نازلة، كان واحد يخلطها أو ينفخها تبرد الموية. على هذه إذا شغلتها قبل الظهر شوي، أبد بعد الظهر يعطيك ثلج. هذه بس لتبريد المكيف الصحراوي. هذه الأشجار طبعا قصصناها، خليناها تنعص المكانس. معلوم ركب محمد ولا أنا أسويه؟ انت فني أول. لازم اذا جيت تشتغل مكيف ولا شيء، لازم انت تصير يعني تعرف الموضوع عشان تقدر تشرح للهندي وتعلمه وشون تصير يصلح. الشجرة الثانية يا بلابل رددي. انا ما ادري ليش احب البلابل كثير احيانا. وينكم؟ ها كل ما جينا ما في لها الثلاثة، تدرون ليش؟ لأنهم فرخين. طبعا مو كلهم فرخين، واحدة اللي مفرخة، الثانية نايمة على بيض، ما ودنا نزعجها. نوريكم إياها يا حبايب. هذا فرخ الحمامة، والفرخ الثاني رايح عند أمه وأبوه، ما أدري كيف يمشي بالطريقة هذه، أنا ما أدري شلون يمشي، سنع عفريت. هذه نايمة ما طلع الا رويسها. وذيك بعد نايمة الصفراء، ما في الا الذكور بس. شكل انا حطيت لهم موسم. بنروشهم اليوم.